تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى 47 لضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى قصر الصخير ترافقه كوكبة من الخيالة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالته، حيث كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. السلام لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. سلام. قف. نستأذن جلالتكم انصراف طابور العرض. سيد حرس إلى الداخل دور. حرس ما تريد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في البدء أن نتوجه للجميع بخالص التهاني في ذكرى العيد الوطني المجيد والذي تأتي ذكراه العطرة لتجدد لدينا مشاعر الفخر
والاعتزاز بعراقة الدولة البحرينية التي بزغ نورها قبل أكثر من قرنين وتواصلت عليها منذ ذلك الحين بشائر الخير والتقدم بفضل الله وفضل رؤية قادتها وإخلاص شعبها الذي يسجل له التاريخ بأنه نعم السند والعضيد في إعانة قادته على حمل أمانة الوطن على الوجه الأمثل، وأنها لمناسبة طيبة نقدم فيها شكرنا وتقديرنا لأهل البحرين الكرام برجال ونساء على قيامهم بواجباتهم الوطنية والدستورية في أرقى صورها من خلال توافدهم المنضبط والمسؤول على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية لبدء مرحلة عمل جديدة نحو قدنا الأجمل وبعون من الله. وفي ظل ما تشهده البلاد من إنجازات متتالية وأفراح عامرة، لا بد لنا هنا من الإشادة بوصول المرأة البحرينية لرئاسة مجلس النواب، وهو حدث تاريخي وإنجاز وطني كبير نعتز به أشد الاعتزاز، ونكرر لمعالي الأخت فوزية عبد الله زينب عن تهانينا الخالصة على جهودها التي أوصلتها إلى هذا المنصب الهام، متمنين لها التوفيق والنجاح في حمل مسؤولياتها القادمة بإذن الله. الحضور الكريم، في موقف الاحتفاء بيوم الوطن ومن منطلق واجبنا أمام تضحيات أبناء البحرين، نفخر باستذكار دروس الوفاء والشجاعة التي قدمها شهدائنا البررة على مر التاريخ، لنستلهم منها العبر في بذل الغالي والنفيس لحماية الوطن والذود عن مصالحه بأروع الصور. ولا يسعنا هنا إلا أن نسأل العلي القدير بأن ينعم على شهدائنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح الجنان. وفي الختام، نجد في احتفالنا هذا خير فرصة للإعراب عما نكن في نفسنا من تقدير عميق لرواد ورائدات نهضتنا الوطنية، متوجهين لجمعهم الطيب من مكرمين ومكرمات بامتناننا الخالص على بذلهم وعطائهم المخلص. فكل الشكر والثناء لمن يجعل من خدمة البحرين ورفعتها شرف عظيم وقاية سامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتكريم رواد العمل الوطني. معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.
العميد الركن صلاح علي عز الدين السادة، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. العميد الركن سلمان صقر سلمان آل خليفة، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الرائد محمد ماجد صياح النعيمي، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الرائد بشار خليف راشد العبسي، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الملازم أول سجى شاكر إبراهيم، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الوكيل أول طلال عمر عبد الله أحمد، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الوكيل الأول محمد ناصر الجنيد، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. الرقيب أول فيصل محمد أحمد الخلاصي، قوة دفاع البحرين، وسام الكفاءة. معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية، وسام الكفاءة. معالي الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة، رئيس الجمارك، وسام الكفاءة. العميد عبد الرحمن صالح الأسنان، الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، وسام الكفاءة. المقدم الركن فهد ماجد فهد الرميحي، الحرس الوطني، وسام الكفاءة. الوكيل محمد نبيل عبد الله المسلماني، الحرس الوطني، وسام الكفاءة. سعادة الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، عضو المجلس الأعلى للمرأة، ورئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وسام الكفاءة. سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وسام الكفاءة.
سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وسام الكفاءة. سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني عضو اللجنة العليا للتخطيط العمراني وسام الكفاءة. سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة إدارة أصول وسام العمل الوطني. سعادة الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الإسكان وسام العمل الوطني. السيد أسامة عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وسام الكفاءة. السيد محمد أحمد براشد مدير عام بشركة غاز البحرين الوطنية بنا غاز وسام العمل الوطني. السيد قيصر محمد زمان مدير عام الاستثمار في الشركة القابضة للنفط والغاز وسام العمل الوطني. الدكتورة هدى حسين المسقطي عضو المجلس الأعلى للمرأة في دورتين متتاليتين وتعد من القيادات البحرينية الأوائل في المجال المالي والمصرفي وسام العمل الوطني. المهندس طه محمود محمد فقيهي وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية وسام العمل الوطني. السيد حسين أحمد راشد بوشعيل الوكيل المساعد لأمن وسلامة الطيران وشؤون الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات وسام العمل الوطني. الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم وسام العمل الوطني. المهندس خالد محمد غريب الغريب الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم وسام العمل الوطني. المهندس إبراهيم حسن الحواج وكيل الوزارة المساعد للخدمات الفنية بشؤون الأشغال وسام العمل الوطني. المهندس أحمد عبد الكريم محمد بوشيري المؤسس والمدير التنفيذي لدار الخليج للهندسة بمملكة البحرين وسام العمل الوطني. السيد هشام عبد الرحمن محمد جعفر الرئيس مالك ورئيس شركة حاج وسام العمل الوطني. الدكتور مؤمن محمد الريفي استشاري طب وجراحة العيون أول من أجرى عمليات تشطيب القرنية وعمليات الليزر وسام العمل الوطني. الدكتورة فايزة حيدر علي حسن حيدر استشاري جراحة الأطفال بمجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة وسام العمل الوطني.
الدكتور عادل محمد علي عبد الله بوشيري استشاري الأطفال وعناية المركزة بوزارة الصحة وسام العمل الوطني. المهندس إبراهيم يوسف الجودر مدير عام بلدية المحرق بشؤون البلديات وسام العمل الوطني. السيد غسان إبراهيم علي الصباغ مديرا عاما لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء برتبة وكيل وزارة، تدرج في عدة مناصب قيادية وسام العمل الوطني. الدكتورة هبة نايف حرارة نائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء وسام العمل الوطني. السيدة هيا سالم محمد النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية الطيران الملكي وسام العمل الوطني. السيد خالد علي الأمين عضو مجلس التنمية الاقتصادية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين وسام العمل الوطني. السيد يوسف حسن جاسم المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، تدرج في عدة مناصب وساهم في تأسيس النظام المالي والإداري بديوان سموه وسام العمل الوطني. الدكتور محمد طاهر القطان مدير إدارة الشؤون الدينية ورئيس مكتب قيد طلبات ترخيص جميع المال للأغراض الدينية وسام العمل الوطني. المهندس سامي عبد الله البصميت رئيس جهاز قضايا الدولة وسام العمل الوطني. الدكتور عبد الرحمن أحمد سيار أستاذ الإدارة الرياضية المشارك بجامعة البحرين مدير معهد البحرين الرياضي سابقا وسام العمل الوطني. صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم، يتشرف الآن السيد أسامة عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بإلقاء كلمة المكرمين أمام جلالتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله، فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه، لحظات فخر واعتزاز، وقد اكتملت سيدي بمصافحتكم فرحة العيد الوطني ومنتهى سعادتنا لقاءكم الميمون عندما تفضلتم بتكريمنا بأوسمة الفخر في هذا اليوم المحفور بالنور من تاريخ البحرين الحديث، أياماً شهدت إشعاع النهضة الحديثة المباركة التي عم خيرها على شعب البحرين. وما تكريمكم سيدي لهذه الكوكبة من أبناء الوطن
الذين قدموا بكل جدارة ما يحملونه من حب وإخلاص وولاء لهذا الوطن العزيز، فاستحقوا ما نالوه من التكريم. فبمساهمة مختلف القطاعات الوطنية من عمال وموظفين وقطاع تجاري ومثقفين وكتاب وكل مؤسسات المجتمع المدني، وما ظهر به شباب البحرين خلال عامنا المنصرم كان بصمة واضحة سواء في المجال الرياضي أو العلمي، وكان له نتائج مبهرة عند تمثيلهم في المحافل العلمية والرياضية والثقافية والدينية والفنية، فبرزوا نداً لأقرانهم وحملوا النتائج المشرفة التي عكست مكانة البحرين على كافة الأصعدة والمستويات. سيدي، إن القيادة المستنيرة والاهتمام بالمرأة بتنمية وتطوير شؤونها لدلالة واضحة على التطور النوعي لمشاركتها في مجتمع آمن متحاب. وفي الختام، فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان، مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريكات بهذا اليوم الأغر، أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات. والسلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته. وفي ختام الاحتفال، صافح صاحب الجلالة الملك المفدى الحضور الكرام الذين رفعوا إلى جلالته أصدق التهاني وأطيب التبريكات والتمنيات بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين الأفراح والمسرات والأمن والرخاء والاستقرار. Thank you.
مثل هذا التكريم لجميع من ساهم في القطاعات المختلفة، ما يدل إلى تقدير حضرة صاحب الجلالة إلى أبناء وأبناء وطنه، وحافز كبير لجميعنا نحن نقدم الكثير ونقدم أكثر ونخدم بلدنا ونخدم قيادتنا الرشيدة بما يرضي الله. التكريم وشرف مصافحة يد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى تأتي لتجعل كل جهد هين وكل منجز لا يستحق مثل هذا اليوم. إنها انطلاقة جديدة بالنسبة لنا، فكل ما تم شيء وما يأتي بعد هذا التكريم شيء آخر بإذن الله. هذه لفتة كريمة من جلالة الملك أنه يكرم الشخصيات المخلصة التي دأبت على العمل بإخلاص وتفاني في سبيل رفع اسم البلاد والمشاركة في نهضة مملكة البحرين. أشعر اليوم بفخر عظيم أن يمنحني سيدي جلالة الملك المفدى بوسام العمل الوطني. هذه هو أرفع شهادة أحصلها عليها في حياتي وأرقى تكريم. صراحة هذا الوسام يدفعني لمزيد من البذل والعطاء لخدمة ديني ومليكي ووطني، ودفع مزيد من العمل لتنفيذ رؤية سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد لارتقاء بالشباب البحريني. تشرفنا اليوم بالتكريم من جلالة الملك حفظ الله ورعاه على العمل المتميز اللي من نحن لنا هذا اليوم، وهو دليل على التكريم. هذا التكريم على دليل على النجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران، والتي نتمنى أن يكون طول في نجاح ومستمر. هذه المبادرة تحثنا على مزيد من العمل، تحثنا على مزيد من العطاء، وتحثنا أن إن شاء الله نبذل جهد أكبر أكبر في سبيل خدمة الوطن والمواطنين. أهنئ جلالة الملك بالعيد الوطني المجيد، وثمن لجلالة الملك هذا التكريم والتشريف اللي عودنا عليه يعني سنويا، وخاصة تكريم المرأة يعني. شكرا جلالة الملك. كل عام والبحرين بخير. نشكر جلالة الملك على هاي البادرة الطيبة اللي يقوم فيها كل سنة. إن شاء الله تكون 2019 سنة خير على الجميع، وكل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. كل عام والبحرين قيادة وشعبا بخير. الحمد لله. هذا التقدير يعني الكثير، وطبعا بيكون دافع لي لتقديم المزيد لوطننا الغالي. هذه العادة هي تكريم الجهود المتكللة طوال العام، فتتكلل بهذا النجاح وهذا التكريم، وهذا من عادة جلالته طال عمره، فإنه يكرم هذه الجهود المبذولة، وهذا يشجع الجميع على العمل وتواصل الجهود في خدمة الوطن. العام والقيادة الرشيدة بخير، ونشكر جلالة الملك المفدى على دعمه لأبناء البلد وخاصة الإعلاميين بصفتي أنا كإعلامي يعني. ونتمنى إعادة هذه الأفراح على العائلة الكريمة وعلى شعب البحرين كافة باليمن والخير والبركات. هو تكريم لكل الصحفيين من قبل سيدي جلالة الملك، وأيضا هو دافع لأن أستمر. وشرف كبير ووسام شرف وفخر لي شخصيا ولكل أطباء البحرين من جلالة الملك، وهذا داعم أنه نجتهد ونشتغل ونتعب في خدمة البحرين ومواطنينا الكرام. هذه أجمل لحظات حياتنا بحكم التكريم اللي حصلناه من سيدي جلالة الملك الله يحفظه، وأيضا هذا التكريم طبعا وسام على صدرنا دائما وأبدا، وهذه لحظات ما راح تنسي في تاريخنا وتاريخ الجميع. معروف عن جلالة الملك أنه هو سباق في تكريم كل الفئات اللي تساهم في رفعة اسم الوطن وفي العمل الوطني، وتكون متميزة في المجال اللي هي فيه مختلف المجالات. وإحنا نقدر حق جلالة الملك هذه البادرة السنوية اللي كل مواطن يطمح أنه يكون جزء منها.